إذا نشوفوا في البارتي 4 يعني الفقرة رقم 4 من بعد حد مجموعة ديال الفقرات اللي دوزناهم نشوفوا الآن لامبليكاسيون وليكيفالونس لامبليكاسيون وليكيفالونس غنتعرفوا على شنو هي لامبليكاسيون وشنو هي كذلك ليكيفالونس. إذا أول حاجة اللي خصنا نكونوا عارفين هذا الرمز هذا يعني هو الرمز ديال اللي كنسمع لامبليك يعني تستلزم العربية تستلزم كنسيب هنا بي وكنسيب باغ اكزومبل كي. إذا شنو كتقرا هذه سولي بي امبليك لاسيرسيو او بيان بروبوزيسيو اللي هي كي سي بيان. ناخذو كوم اكزومبل إذا كان عندنا باغ اكزومبل اكس هذه واحد البروبوزيسيو اللي هي ان عبارة اللي هي ان بي عندنا x superior à 1 هادي كي امبليك هادي اوتوماتيكمون الى امبليك x superior à 0 مي العكس راه ما يمكنش يكون صحيح. الا كانت x superior à 0 نامبليك با كو x superior à 1 اذا ملي كنقول لامبليك يعني كيكون عندنا صحيحه في اتجاه واحد فلاش يعني هاد السهم هذا غادي في اتجاه واحد. ملي كتسمع لامبليكاسيون يعني هاد السهم هذا غادي في اتجاه واحد من لهنا صحيحه ولكن من العكس ما صحيحش دونك هادشي علاش كنسميو لامبليك. بون باغ اكزومبل هنا كما قلنا اكس سوبيريور ا 1 امبليك اكس اوتوماتيكمون سوبيريور ا 0 ولكن ملي قلنا اكس سوبيريور ا 0 ما يمكنش راه تقدر تكون اكس اكبر من 0 تقدر تكون او اصغر من 1 دونك هادشي ما كيبقى صحيح من هنا صحيح من هنا ما صحيحش سي بيان. كذلك بوغ حنا عطينا واحد التعريف يعني شنو هي الامبليك يعني ملي كنقول امبليك كيكون السهم عادي في اتجاه واحد يعني من هنا صحيح ولكن من العكس غير صحيح هي الكونتخيغ ديالو ديال ليكيفالون سي بيان. ناخذو كوم اكزومبل طابلو بعدا نتعرفوا على شنو هو طابلو دو فيغيتي ديال لامبليكاسيون. اذا خص تكون عارف هاد الطابل دو فيغيتي ديال لامبليكاسيون باش هو كنحاول ندوني به لا فالور دو فيغيتي بوغ لحد البروبوزيسيون اللي فيها هاد السيمبول ديال لامبليك سي بيان. الوغ بوغ هاد لا طابل هذا دو فيغيتي ديال لامبليكاسيون شنو كناخذو مثلا عندنا هنا البروبوزيسيون بي وعندنا البروبوزيسيون اللي هي كي. اذا كنقولو بي امبليك كي سي بيان. بون الا كانت هذه الاولى ناخذوها فغي الثانيه فغي الثالثه فوس والرابعه اوسي فوس وكذلك كما سبق لنا وقلنا راه بوتيتر فوس ندير زيرو وفغي ندير واحد سي بيان. اذا نحاولوا دابا نحطيو كذلك بالنسبه لاسيرسيو هذه بوتيتر تكون فغي فوس فغي فوس سي بيان. اذا بالنسبه كما قلنا لامبليك هذا هو الطابل دو فيغيتي ديالها او بيان لو طابلو دو فيغيتي ديال لامبليكاسيون فغي و فغي كتعطينا فغي فغي و فوس كتعطينا فوس فغي فغي. اذا وحده اللي فيها ممكن تكون فوس اللي هي فغي فوس سي بيان. اذا هذا هو بالنسبه لنا لامبليكاسيون. نحاولوا ناخذوا كذلك نتعرفوا على سكون ابيل ليكيفالونس كذلك حتى هي ليكيفالونس ديال طابل دو فيغيتي ديالهم ونديروا دي زيكزامبل بور سوا بور لامبليكاسيون او بيان بور ليكيفالونس سي بيان. بور ليكيفالونس كنقولوا بار اكزومبل كنصيبوا هذا الرمز هذا هذا هو سيمبول ديال ليكيفالونس يعني عندنا دو فليش منا هادي بي اذا هذا سولي يعني بي ايكيفالونس دو كي يعني لما نكتبوها دونك راه باينه. دونك الا صنا عندنا سهم واحد كتسمى لامبليكاسيون صنا عندنا دو فليش سي بيان كتسمى هي ليكيفالونس. بون باغ اكزومبل هنا مثلا كتكون عندنا بي كنصيبو بي مثلا بروبوزيسيون بي اكس كاري ايكالا 25 مثلا ايكيفالو كو اكس ايتيغال 5 سي بيان. ممكن تكون هذه كتساوي 5 علاش حيت اكس كاري ايغال 25 وكذلك اكس ايغال 5 ايكيفالو كو اكس كاري يعني هنا في الاتجاهات بجوج كتبقى صحيحه باغ كونتر هذه شناها يعني اتجاه واحد صحيح بينما الاتجاه الاخر ما يمكنش يعني لا تتحقق سي بيان. بون كذلك غنشوفوا طابل دو فيغيتي ديال بوغ
ليكيفالونس تاع هو يعني باش هاد الطابل دو فيريتي راه بيه كنقدر نديتيرميني لا فالور دو فيريتي ديال الاسيرسيو لا بروبوزيسيو اللي فيها سوا ليكيفالونس سوا لامبليكاسيون سوا لي زوبيراتور لوجيك اللي سبقنا وشنا. دونك هادو كاملين كنحاول نعتمد على هاد الطابلو دو فيريتي باش نديتيرميني لا فالور دو فيريتي يعني الحقيقه ديالها. اسكو مي كنقول لا فالور دو فيريتي ديال بروبوزيسيون سا فو دير كو اسكو فري او بيان فوس. فري فري فوس اوسي هنا ناخذو فوس هنا فري فوس فري فوس سي بيان. اذا بور باش نعقلو مزيان بور هاد ليكيفالونس كتكون الا كانت فري فري كتكون فري اوسي الا كانت فوس فوس كتكون فري وهادو كيكونوا فوس. اذا هادو هما سكون ابيل سوا لا طابل دو فيريتي ديال لامبليكاسيون او بيان لا طابل دو فيريتي ديال ليكيفالونس وفي كنعتمد عليهم كنعتمد عليهم بور ديتيرميني لا فالور دو فيريتي اللي نشوفو في دي زيكزامبل ان شاء الله في التمارين راه باقي دي سيري دي زيكزيرسيس ناخذو دي زيكزامبل ديالهم سي بيان. اذا نحاول نعطي مثال بور هاد لامبليكاسيون واكيد الا كانت مفهومه سا فو دير كره كتبقى مفهومه سي بيان. يعني نحاول نمسح دابا من بعد ما خدمنا هادشي مسحت هادو هنا ونخلي طابل دو فيريتي بور كوا ديال هاد لامبليكاسيون باش نخدم به باش نخدم به لي زيكزامبل باش تفهموا كيفاش كنديتيرميني لا فالور دو فيريتي ديال من ديال لامبليكاسيون او بيان ديال ليكيفالونس بحال بحال. يعني كان ديما اباز ديالاش ديال لا طابل دو فيريتي مي كتكون واحد ان اسيرسيو او بيان ان بروبوزيسيون اللي هي فيها هاد لامبليكاسيون سي بيان. ناخذو بي ان باغ اكزومبل ناخذو مثال كما كان عادي مثلا باغ اكزومبل ناخذو كيلكو سوا واخا هادو مازال ما شفناهمش كيلكو سوا اكس ابارتيان ا اخ كيلكو سوا هادو لي كونتيفيكاتور حنا نتعرفو عليهم في حصه ان شاء الله فيديو اخر اللي سكون ابي لي كونتيفيكاتور كيلكو سوا اكس ابارتيان ا اخ عندنا اكس كاري سوبيريور ا 0 ايكيفالون كو اكس مالها انفيريور ا 0 مثلا x كاري سوبيريور ا 0 ايكيفالون كو x انفيريور ا 0 سي بون. هادي اسكو فري هادي هادي حنا كنعرفوها باش نديتيرمي نديرو هنا امبليك باش تبان لنا غنخدمو غير امبليك خدمو بالامبليك وراه بنفس الطريقه اللي فهم الامبليك راه ديما كنعتمد على ما لا واش لا طابل دو فيريتي ديالي باش كنديتيرميني هاد لي بروبوزيسيون سي بيان. حنا عندنا هنا رجعوا هنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا 0 يعني كيف ما بغاتكم بور توت اكس ابارتيان ا 0 او بيان يعني كيف ما بغي يكون اكس ابارتيان ا ار باردون ا ار. حنا كنعرفوا طونكو هاد لا بويسونس نومبر اللي هو بير عدد زوجي هاد الاس عدد زوجي ومي كيكون عدد زوجي راه توجور هادشي بوتيتر يكون سوبيريور ا 0 او ايغال. مي هنا شنو عندنا؟ عندنا سوبيريور ستريكتومون ا 0. لو كان سوبيريور او ايغال ا 0 كانت تكون فري طونكو هنا قال لك ستريكتومون سوبيريور ا 0 راه بوتيتر تكون 0 هنا علاش حيت ار. اذا هادي فوس. رجع لهادي اكس انفيريور ا 0 نو هادي فوس علاش حيت مي كنقول ار راه كنقول اعداد تكون سالبه وموجبه. اذا نرجع لهنا لهاد لا طابل ديال دو فيريتي ديالي شنو عندنا؟ عندنا هادي كما قلنا هادي راه هي واحد هي فغي حنا حاولنا نوع هادي هي فوس فغي فغي سي بيان. بون عندنا في طابل دو فيريتي فوس فوس اذا كتجي وكدير بي ان مالها فوس كار فغي كار الا كانت البروبوزيسيون الاولى فوس والبروبوزيسيون الثانيه فوس اذا الريزلت ديالهم شنو كتكون؟ كتكون فري. اذا
إذن دابا من بعد ما حنا خدمنا هاد ليكزامبل غنديرو واحد رومارك مزيانة. علاش؟ حيت مهمة. طونكو قرينا لا نيغاسيون ديال في الأول، إذن نديرو واحد رومارك هنا مزيانة. سي بيان، إذن لا نيغاسيون ديال اش؟ مي كنسمع عندنا بي، هادي سكون أبيل كداخلة في لي لوا د مورغا. بي امبليك واحد لاسيغسيون اللي هي كي أو بيان بروبوزيسيون، هادي مهمة بزاف، ردو لها البال. إذن جينا هنا عندنا هادي اش كتقرا، ديجا عرفناها في دي فيديو اللي هما قدام. شنو قلنا؟ لا نيغاسيون نفي العبارة أو بيان نون بي أو بيان العكس ديالها. سي بيان، دونك لا نيغاسيون ديال هادي شنو كهي؟ هي كنديرو بي الأولى كنخليوها كيما هي، إي يعني لوبيغاتور لوجيك إي، أو كنبدلو التانية كنديرو لا نيغاسيون ديال التانية. هادي مهمة بزاف. دونك لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون شنو كندير فيها؟ كنخلي بي كيما هي، كنبدل هادي بإن، أو كندير النفي ديال التانية. سي بيان، دونك هنا حنا عطينا واحد نبدا على سكون ابيل لامبليكاسيون او ليكيفالونس، عرفنا كيفاش شنو هو لو سيمبول ديال باش كنرمزو ليكيفالونس وباش كنرمزو لامبليكاسيون، وكيفاش كيكونوا لي زاسيرسيون او بيان لي بروبوزيسيون لي سوا بلامبليكاسيون او بيان بليكيفالونس. شنو كومون يعني لي طاب دو فيريتي ديالهم بور ديتيرميني لا فالور دو فيريتي. اذا باقا نشوفوا هادشي ان شاء الله في التمارين اللي هي تكون تمسيري سلسله ديال التمارين اللي حول لا لوجيك كامله بصفه عامه. اذا من بعد ما خطينا واحد الفكره وعرفنا شنو هي لابليكاسيون ليكيفالونس ولي طاب ديالهم، ننتقلوا لي كونتيفيكاتور في فيديو اخر ان شاء الله.